هندخل بقى في نقطة تانية اللي هي الـ pH scale أو الـ potential of الـ hydrogen، وظيفته إن هو measure the acidity and the alkalinity in الـ aqueous solution، بيقيس الحمضية والقاعدية في المحلول المائي، ودي نقطة مهمة جدا يا شباب. aqueous solution عندنا زي ما احنا عارفين الـ pH scale بيبقى من الزيرو للـ 14، عندنا السبعة هي المرحلة نيوترال، أقل من السبعة بسميه أسيدك، أكتر من السبعة بسميه ألكالاي. لو جينا نشوف الووتر الـ H2O بيحصل له ديسوشيشن أو يتكسر إلى الـ OH نيجاتيف اللي هي الهيدروكسيل أيون زائد الـ H بوزيتيف اللي هو البروتون. وبالتالي ممكن اتعرف على الكونسنتريشن اوف البروتون او الاسيديتي اوف الاكوا سولوشن عن طريق البي اتش. عندنا نورمال بي اتش في الاكسترا سيلولار فلويد بتبقى ما بين ال 7.35 لل 7.45. عندنا لو لقيت البي اتش اقل من ال 7.35 بسمي الكونديشن دي او الحاله ديت اسيدوزس، لو اكتر من ال 7.45 بيبقى الكالوزس. عندنا تلات قوانين مهمة ريليتد بهذا الموضوع، هو عبارة عن ان الـ pH بيساوي سالب لوغاريتم تركيز الهيدروجين الموجب، والـ pOH بيساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ OH السالب، والـ pH زائد الـ pOH بيساوي 14. نخلي بالنا يا شباب القوس اللي هو بتاع التركيز بتاع الهيدروجين او الـ OH بيبقى بنفس الشكل ده، عشان ده معناه بيعني التركيز. نشوف أسئلة في الموضوع ده. عندي نوعين من الأسئلة، النوع الأولاني إن هو يبقى مديك تركيز الهيدروجين البوزيتيف وعايز الـ pH والكونديشن بتاعتي سواء كانت أسيدوزس أو الكالوزة، فالقانون بتاعي الـ pH هيساوي سالب لوغاريتم تركيز الهيدروجين البوزيتيف، وأحسبها وأطلع القيمة وأشوف أنا في أقل من 7.35 ولا أكتر من 7.45، وأشوف أنا أسيدوزز ولا الكالوزد. الاحتمال التاني إن يبقى مديني تركيز الـ OH النيجاتيف وعايز الـ pH، ساعتها هاخد الأول أعمل القانون الأول اللي هو الـ pOH بيساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ OH النيجاتيف. بعد ما أطلع النتيجة هطرحها من الـ 14 عشان أجيب الـ pH وأشوف الكونديشن بتاعتي إذا كانت أسيدوزز أو الكالوس. يبقى انا عرفت دلوقتي الووتر اللي هو الحاجه الكبيره بالنسبه لي. هنبتدي بقى نتكلم على البايو مولكيولز، المولكيولز اللي موجوده في البايو كيمستري بسميها بايو مولكيولز. عندي اربع بايو مولكيولز هم عباره عن كربوهيدرات، ليبيد، بروتين، نيوكليك اسيد. كل واحد من دول بيتكون من مركبات صغيره اللي بتقدر تكونها لي، بتسمى بالمونيمر. المونيمر بتاعه البايو مولكيولز في حاله الكربوهيدرات مونوساكرايد، في حاله الليبيد فاتي اسيد، حاله البروتين امينو اسيد، في حاله النيوكليك اسيد بتبقى عباره عن النيوكليوتايد. يبقى انا ممكن اقول ان البايو مولكيول او البايو بوليمر هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ريبيتد يونت، عدد مكرر. ونقطه مهمه جدا يا شباب ان هو عدد مكرر من المونيمر او البيلدنج بلوك. زي ما احنا قلنا من شويه ان انا عندي البايو مولكيول او البايو بوليمر هم عباره عن بروتين، بوليساكرايد، ليبيد، نيوكليك اسيد اللي بيتكونوا من مونيمرز اللي هم عباره عن امينو اسيد، مونوساكرايد، فاتي اسيد، دي اوكسي نيوكليوتايد او رايبو نيوكليوتايد طبقا لنوع نيوكليك اسيد سواء كان دي ان اي او ار ان اي بالترتيب. هنتعرف بقى في المحاضرات بتاعتنا على الكربوهيدرات هي عباره عن ايه. الاستراكشر بتاعها هو ايه، الفانكشن بتاعتها، عمليه الميتابوليزم والديسوردر الخاصه بيه لو حصل ديفكت في عمليه الميتابوليزم للكربوهيدرات.
هتعرف على البروتين والأمينو أسيد موجود فين في الوجبة الغذائية، الفانكشن بتاعته ايه، الميتابوليزم، واي ديس اوردر خاصة بعملية او ديفكت في عملية الميتابوليزم. هتعرف على الليبيد وموجود فين في الوجبة الغذائية بتاعتي، الفانكشن بتاعته وعملية الاستراكشر بتاعه والميتابوليزم والديس اوردر الخاصة بديفكت في عملية الميتابوليزم. هتعرف على النيوكليك اسيد سواء كان دي ان ايه وار ان ايه، الاستراكشر بتاعهم الشكل بتاعهم بيتكون من ايه، المكون الرئيسي بتاعه اللي هو النيوكليوتايد شكله ايه. هتعرف على عملية الدي ان ايه ريبليكيشن والبروتين سينثيسيس واي ديس اوردر متعلقة بديفكت في عملية الميتابوليزم الخاصة بالنيوكليك اسيد. طيب نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا هي عبارة عن الفود بروسيسنج. عملية الفود بروسيسنج بتنقسم إلى 3 ستيجز، هي الانجشن دايجشن ابزوربشن. أول حاجة انجشن، انجشن يعني ايتنج الفود، باكل الوجبة الغذائية بتاعتي. دايجشن بكسر الفود اللي أنا أكلته ده لسمول مولكيولز عن طريق بعض الإنزيمات. absorption بمتص بقى ال small molecules ديت لل blood عشان استفيد منها، ثم elimination لل undigested material process اللي انا مش عايزها موجودة عندي او مش مفيدة في داخل الجسم عن طريق ال excretion. طيب عملية ال digestion وال absorption ايه الاماكن اللي انا بهتم بيها في هذه العملية؟ هلاقي اول حاجة عندي عملية الدايجيشن بتهتم بثلاث اماكن اللي هو الاورال كافيتي او الماوس والستومك والسمول انتستين. اول حاجة الاورال كافيتي او الماوس اللي هو الفم، الفم ده بتبقى الكونديشن بتاعته او الميديا بتاعته نيوترال متعادل، بيبقى فيه حاجتين. اول حاجة الاسنان، الاسنان ديت بتعمل ميكانيكال دايجيشن، بتعمل عملية شوينج او مدغ للفود، بتكسره او بتقطعه عشان اقدر استفيد منه او اشتغل عليه عشان اكسره واستفيد منه. بعد كده بلاقي الصلايفة او اللعاب بيبقى فيها بعض الانزيمز اللي بتقدر تكسر لي هذه المركبات او ما تقدرش على حسب نوع الفود اللي انا واكله. هنزل على الاستومك اللي هي المعدة، هلاقي فيها HCL، يبقى اذا الوسط بتاعي وسط حامضي، بلاقي فيها بعض الانزيمات اللي ممكن هتهضم لي الفود او مش هتقدر تهضمه. بعد كده السمول انتستين بلاقي جنبها حاجتين، الجول بلادر والبنكرياس، بيدفع عليها صفة قاعدية وبيعتبر بالنسبة لي الفاينل دايجيشن بروسيس او فاينل دايجستيف بروسيس، هي اللي هتقدر في النهاية لازم هتهضم لي الماكرو مولكيول انتو سمول مولكيول عن طريق انزيمز وتديني المونيمرز اللي انا محتاجهم. بعد كده تتم عملية الابزوربشن عن طريق الانتستاينال لايننج اللي هو الجدار بتاع الخلية، تخرج السمول مولكيول دي وتروح للبلاد عشان استفيد منها في التفاعلات او في عملية الميتابوليزم في داخل الجسم. يبقى اذا عملية الدايجشن هي عبارة عن بريك داون للماكرو مولكيول انتو سمول مولكيول اند ذن ابزوربد وتروح للبلاد عشان يحصل عملية الميتابوليزم. عندي في نوعين من الدايجشن، هي ميكانيكال دايجشن عن طريق او فيزيكال دايجشن عن طريق التيس او الاسنان، بتعمل عملية شوينج اللي هي المدغ. بعد كده الكيميكال دايجشن عن طريق دايجستيف انزيم اللي هو بيعمل لي بريك داون للفود عن طريق كيميكال رياكشن. نقطة تانية اللي هي الصلايفة أو اللعاب، الصلايفة أو اللعاب إيه الفايدة بتاعته؟ نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا، أنتي بكتيريال، أنتي فانجل، أنتي فيرال، يبقى ده شيء أساسي جدا في الفانكشن أوف الصلايفة. بفرنج أكشن طبعا،
بيحافظ على التوث انتجريتي، بيعمل ريبليكيشن وبروتكشن، والتست والدايجيشن مفيد فيها جدا.